الاهلي زي ما قلت لحضراتكم محدش هيعرف يوصل ابدا ابدا ان هو يعمل فجوه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وما بين جمهوره، ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وكل الجهات الامنيه. دي حاجه مهمه جدا. الحقيقه النهارده برضو من الحاجات اللي لفتت نظري وانا بفر في اعرف الاخبار، وهو في موقع من المواقع المهمه جدا في مصر، وموقع من المواقع الجميلة جدا في مصر، موقع في الجول، كان كاتب عن مصدر في اتحاد كرة القدم بيقول ان لا احد يملك ان هو يعرف ايه اسباب تأجيل المباريات. لا احد يملك ان هو يعرف لماذا تم تأجيل هذه المباريات. ده على موقع في الجول، وكاتب ان هو مصدر من اتحاد كرة القدم. يعني الحقيقة برضو لما قريت الخبر ده افتكرت فيلم عربي، والله افتكرت فيلم عربي اسمه الإرهابي، نجم الكبير عادل إمام، لما الأستاذ أحمد راتب الله يرحمه قال لك إيه؟ لا تجادل ولا تناقش يا أخي، ولا يا علي، يا أخ علي، لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي. حضراتكم مش عايزيننا ولا نجادل ولا نتناقش ولا نعمل اي حاجه خالص، عايزيننا نفضل ساكتين وحضراتكم تاخدوا القرارات اللي انتوا عايزينها وتقولوا الكلام اللي انتوا عايزينه واحنا نفضل ساكتين، او مجلس اداره النادي الاهلي يفضل ساكت. طبعا في الجول، انا ما بتكلمش على في الجول موقع محترم جدا وانا بحترمه جدا جدا، ولكن انا بتكلم على اللي طلع التصريح ده بالظبط، فكرني بفيلم الارهاب بالظبط، بدليل ان هو اتقال مصدر يعني. لكن موقع في الجول من المواقع المحترمه جدا وبناخد منها اخبار موثقه الحقيقه. فعشان كده بقول لحضراتكم خدوا بالكم برضو من الحاجات دي ومن الكلام اللي بيتقال، من الكلام اللي بيتقال. لما حد مصدر من اتحاد كرة القدم يطلع ويقول لا أحد يملك، لا، إزاي لا أحد يملك؟ احنا طرف أصيل في هذا الموضوع، النادي الأهلي طرف أصيل في هذا الموضوع. النادي الأهلي بيلاعب نادي بيراميدز مثلا، يبقى إزاي النادي الأهلي لا يملك؟ إزاي النادي الأهلي لا يملك؟ لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي. بالظبط، والله افتكرت، جت على طول في دماغي كده، افتكرتها على طول. لا تجادل ولا تناقش، هو ده النظام. لا، مفيش حاجه اسمها كده، ده كان زمان، كان زمان بيحصل كده، لكن دلوقتي مفيش حاجه اسمها كده. من حقنا ان احنا نعرف، ومن حقنا نعرف ليه لماذا تم تأجيل هذه المباراه. طالما القانون واللائحه بتسمح بذلك، خلاص اتفضل حضرتك، لازم تقول لنا لماذا تم تأجيل هذه المباراه. برضه حاجات غريبة جدا كده بتحصل في النص والواحد مش فاهمها. وزي ما قلت لحضراتكم، وانا وجهت سؤالي للنائب رئيس النادي العمري فاروق وقلت له طب ايه المبرر؟ قال لك مش عارف ايه المبرر الحقيقة. احنا داخلين على بطولة أمم، عايزين الجمهور يعود، عايزين الناس تمشي بشكل كويس، اغلب الجمهور اللي هيكون متواجد في استاد القاهرة يشجع منتخبنا الوطني هو جمهور النادي الأهلي وجمهور بقية الأندية، الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد وكله، ولكن الأغلبية هتبقى هي جمهور النادي الأهلي، وبالتالي احنا أكبر نادي حريص على وجود الجمهور خلال الفترة اللي جاية. فالحقيقة خدوا بالكم من التصريحات يا جماعة، وخدوا بالكم من الكلام اللي بيتقال، ومن فضل حضراتكم أستاذ أحمد مجاهد وكابتن سيف زاهر، خدوا بالكم برضو من الكلام اللي حتى كاتبه النادي الأهلي في تصريحاته، اقروا التصريحات كويس علشان تعرفوا الموضوع ماشي إزاي. نتمنى إن الأمور تنتهي إلى هذا الحد، ونعرف بس إحنا النادي الأهلي لم يطلب شيء. النادي الاهلي زي ما سمعتوا من العمري بيه فاروق، النادي الاهلي لم يطلب شيء، النادي الاهلي كل اللي عمله ان هو بيلتزم بالجدول اللي حضراتكم بعتوه، واللي حضراتكم عملتوه، واللي حضراتكم حطيتوه. فنتمنى ان الموضوع ده ينتهي قريبا.